بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. ذا الدرس 48 من دروس فقه السنة النبوية. السجين ميرض ربي ما كنت حصام تزرام دروس نعدان نهضرد في الصلح، والصلح خير. مسيد في القضاء في حلقتين سنة الحلقات فين يعني القضاء، ونتخثير دائما المواضيع يسعان العلاقة غير ثوذر النغ غير الحياة النغ ذي الدوني النغ طبعا والذي لخرف النغ. نقدم بعض المعالجات بعد ما كنت كلموا عن الموضوع من ناحية من حيث القرآن الكريم أولا ربي شو دينا مع التركيز أن نركز أكثر في السنة من النبي صلى الله عليه وسلم. الموضوع بوسا الظلم في دينيني، ولكن بحرف الظاء دي اللغة العربية اللي هم يقارن الضاء خفيف ثكا لو قاعدين الظاء يعني تملأ الفم أتشاريمي. فبالتالي الساقي أدنى هضر فيه الموضوع يسعان أتصل العواقب أتصل الآثار السلبية ذي الحياة النغ ذي ثزرة النغ. نزمر دين ذي المقدمة أي غير الموضوع هيك. لماذا؟ لعدة أسباب. لأن تتصن السبث إغيوين أدنى هضر في الموضوع هيك التفصيل. نزمر دين السبث أمزواروث إمي يلا يتنرني يتزاد الباطل الظلم يلا يتنرني يتزاد سبثي سناث الظلم قولي تسيليرا كان يعني ير ومذان أكوذ ربي سبحانه تصق مذانا مراكين الفلاني خدم الظلم يحرم ربي سبحانه مرس يرشي ليك يا ربي فقد ظلم خطر ما ديني الظلم الفلاني يخدم ساشريك يا ربي سبحانه المعنى يسي الظلم الحقيقة يظلم يمان يسوري الزمالة يظلم ربي سبحانه عز وجل خطر ربي يدوى من يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه يظلم كان يمانيس الشرك يلا يتنرني يتزاد الظلم ير العباد أيضا لا حصر له الظلم ويظلم وسوال ويظلم وا ذي تريكا ويظلم وا ذي تجارة ويظلم وا ذي ثليسة حدود ثليسة ويظلم وا ذي الوديعة الأمانة ما تدي الطفل الأمانة بعد أتسينكر ويظلم وا ذي الشهادة ما لدي الشهادة الشهادة من الزور أيضا وقي ذو الظلم الظلم يتزاد يتنرني سبثا يض أنه تصق مثلا الظلم وسأذصر الظلم سم سير الأمور سير الشغال يمثل كواغاض إما سينيان أذ يغال أذ زوقا وأذ شبحان سوف الله يشبح يا رقم داخل مثل دي غيرك تفضيون بوية كيال ماشي ينس يسعى الكواغ مثل انتقضى كين يسعى الكواغ هذا أثوض القاضي أسيفك الحق في تسكر الحق خطر نتسيس على الكوغض شو السايدار طبعا ذي الدونيس صح يبوي الحق الباطل السلساس اللبسان الحق الظلم السلساس اللبسان العدل ولكن ما تشيك ثلوفا أذفرون ذي الدونيس أشحال الدوسي واث ما تشي ذي الدونيس هراء الدين أذى الدين ازدث ربي سبحانه يوم القيامة. نقطة مزواروث تعريف الظلم ما دين الله ديفينيسيون الظلم معنى وضع الشيء في غير موضعه المناسب مسترصد حاجة ماشي تقوم كانيس وقيد الظلم مثلا ما يليون الربوبية يفكت سواية ضد تفكارا يا ربي يعني يظلم ما يليون وريد تسيلالة فربي يتسيلغ فيها ويتسيل في العقليس ويتسيل في ثوياثيس ويتسيل في ذريميس ويتسيل في رقاز نقساء كل ينامي لذلك يساد ذو قوال من اعتمد على عقله ظل
ومن اعتمد على علمه زل، ومن اعتمد على الناس مل، ومن اعتمد على ماله قل، ومن اعتمد على الله فلا ضل ولا زل ولا مل ولا قل. وضع الشيء في غير موضعه المناسب. يسأل معنى ويض معناه الجور نغ الحيف، ما سيون الفلاني سعد الحيف في الفلاني، سعد فلس الجور، الجور الظلم الباطل. نغ معناه تجاوز الحدود، أم ذن مقعد ثيريسا فقد ظلم. يقول وسنسي ودا فيلسوف ذا شو لا ديفينيسيون الحرية. الحرية إن ياس الحرية حريتك تنتهي حيث تبدأ حرية الآخرين. يقيم بفريفيسيون غير خدمة فوسيس كي يصلى فوسيس يحوزيث قوذميس نوقاذوميس إن ياس حرية يديك تنتهي تنتهي حيث تبدأ حرية أنفي. أمذن أفلح ميشر زيلاس يبدك شوية الشبر أظرف أظرف نقرني في اللحن نص المترة نغ المترة يشر زيد سي الجاريس يعني الماعون ني أما بتركتور أما تيوغا الله يذكرها بالخير تيوغا قريبة تسوني مذانا أحين الفلاني شوط كان شو دبيغا شوط كان قيس إناس تعدض الحدود لي ليميت لي فرونتيير مادام تعدض وكي الظلم. وربي ذي القرآن الكريم يكل مراقي سميسنت حدود الله في لسان ربي سبحانه ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. الآية في سورة الطلاق الآية الأولى. نقطة في السناث أسباب الظلم ذا شو السبا الظلم سمح فيه زمان دفض يولي ظلم وايض ثلاث سبايا رسم أشيني خطر جدي سيظلم جدي نغفافا سيظلم فافا نغنسي ظلمي إما ثفضيون يفغى غادي ظلم ربي سبحانه عز وجل يمسير غشريك. لذلك يمسنون شقارا ند إذا كان للظلم بين الناس أسباب يريم ذا الإنسان سبات في تريكا في تجارة في ثليسة إما تفضيون يرى ربي ذا ذاويس معاداة الله لا مبرر لها ولاش وكسان السبة سريق تنع نتسانة سريق الناوية باش ذي ربي سبحانه ذا ذاويس ما المسير ذا ذاويس ما رسير الشريح هذه صفة الربوبية لغيره. لذلك ربي في أوائل سورة الممتحنة إنات يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء يزورد في عدوث رب سبحانه قبل عدوث البشر أما كدنيا غير يمذاني زمار سعون السبا انت عدوث جرسا وإن كان في الشرع أريد جزارة أنا ربي في عدوث حكاون ديون واس لما شهوت ذاقي الدرس في قه السنة يون يون واس يقيم 30 سنة يتشارع خصميس دي لا جوستيس أسمي قريبا ذي يمثي وصان الدرياس أشكي تسيوث الوصية إن يسبب ثوان يشور على الفلاني 30 سنة إلي يكون ذي رقزان في دال كمل ثابريث أو 30 أو 40 ثيا ذات قرز طبعا أولا يوث الوصية مثل يقول السغرة ولا خط الغاشي السقسين دي فوا أشيني بفاي جاد الوصية جديد جاد الوصية أم كل وصية أراد يجوين يموثا الريت دي غرفال الشرع ما يقل ما يقفليت الشرع قفليت موت يقفل على الشرع وتقبل على أشيني الفلاني أمي إن كاقلي ما رمثل عمي الفلاني حذرات جضاد يحضر الجنازة حذرات جض أذي ولي وثميو الورا من مي موث مخلوقني اذكر ميسا ذي قيمي ثبورث ميديو ساعة ميسا ثير مارشارير السيني ففي وصي إن يد كذا وكذا وكذا الوصي يمثقي ثفطل ثفطل ورث جزال ذي الشرع. أسباب الظلم أتصق الله سبب مزوره ضعف الوازع الإيماني الداخلي ذاقي ربي سبحانه مديننا يعني الإيمان لا فوا
ما تنقص القمذان ذقوليس بلا الشك أذي يغال يتسفس الفنة الباطل ثم دي ثمار يحسب لي فيكتيم يفاسينس ظلمة كان عشرة ما يخص الإيمان يقارس ذروس ذايا كان يا عجبا سي الصباح الميت سمديث سكانتيغ كان 12 نغ 10 نو ازكى ما يرضى ربي سبحانه إيلاق 20 دوبل الإيمان اللي يخص ذكوليس يصاوض باش يتسافس الفنا ما رايح يحقر إمذانا نغ ما راه يظلم إمذانا لذلك مثلا يقول موضوع التطفيف في الميزان التطفيف في الميزان يعني وقال يتاخر في الميزان ذاك ماشي مثلا مثلا الاقي راه مشي تجار ويل للمطففين هذا جماعة الخير ماشي كان ديال البطاطا انا غادي زورو ديال غادي اللفت خاطي الاياقي عامة وكذاك ومي شض الميزان في كل شيء اما في الكوال اما في القرايا وقال لي صغار القرايا يعوجن اما في ونيفنا ضما صوت لونتربرونور يفنا يفر يفر ذي الميزان ذي الجزر ذي السيمان ذي الرمل ذاك التطفيف اما التاجر مراي الزنز الميزان اللي ذي الكذب ولي الصحارى الى اخره لذلك ربي مدي يهضر في سوره المطففين سي الايه واحد الايه 6 يعني ويل للمطففين المدينه الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين ويقال يوم ننصى ربي زرنا دياس وسنقروا اليوم الاخر اذير الحسافيس يواسني ان داري قبل ربي سبحانه عز وجل السبب والسين سبب في سنث غياب الرادع سبب الأولاد غياب الوازع والسين غياب الرادع الرادع الخارجي ذكي عدم معاقبة الظالمين يؤدي إلى تماديهم في الظلم يعني ما إلا ويقال يخدم من الظلم وثني بوضار العقاب عاد تكملا ذكفري ثمسن وقيل معنى بوال أكا ذاك معناه الرادع الشرعي القانوني الخارجي لذلك الإمام عثمان بن عفان أكوين اسمي كثير يوم باولي سيمي ديننا إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن ما يليوني ويستعرف القرآن إلى قد يس السلطان ذنتسا أرثي السيوضن بشري استعرف هذا ومقار ذاك بعض العلماء غياب وظيفة الحسبة وظيفة الحسبة قيت ساعة غزر ذم القرآن الحسبة ثفنا أغفيوثن الصفة وميفكى ربي الخيرية ذي الدونيث السلام كل أيدينا ربي سبحانه كنتم خير أمة أخرجت للناس هاي غير ربي سبحانه الأمة سلمت مخيرة اختارت أي غير إنات تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله الصفة إذا تجال ربي السبة إذا جال الأمة مخيرة الصفة يقوم يقارن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سمنا العلماء وظيفة الحسبة في الصلاة والسلام في حديث أخرجه الإمام الترمذي يناد إن الناس إمذانا إذا رأوا الظالم مولا ونخدم من الباطل الظالم فلم يأخذوا على يديه وسينا له هما من قرص قبيث هما يعني تحبس ندقم كانيس أو شك أن يعمهم الله بعقاب يعني ربي سبحانه وثني عاقب ذي الدريث قفل خرف سبثي سلثا قصوضني مذانا باش الظلم النعمة وفرة النعم في كل النعمة تواغيث أتفضي من اسمي لا ذا زوالي لبس به اسمي يروى ينشف اسمي لا يهلك نورمال خاطيه موديست متواضع اسمي صحة يا لطيف اسمي ولي غرارة لبس اسمي غرا ينشف يقول شي قرار مكان ما كان والو كل شيء كذب النعمة النعمة سيدرك ربي سبحانه في الحكمة ينس أغي جرب سني قمس النعمة أغي جرب سالخير والشر وشحال قمذانا مثل جرف ربي الشر صفرا مثل جرف ربي سالخير نشفن هذا النعمة السبب من الأسباب لذلك ربي في صوت العلق الآيتان 6-7 كلا إن الإنسان لا يطغى من ما يطغى الإنسان ما يسعى وطاس لذلك يسديون اسم الثعلبة ربي صلى الله عليه وسلم
إني يا رسول الله دعوا ربي باش يسوغ أطاس، هذيك السفغ أطاس. إيه ودي كيخضو خطيك، أو دي فوا ديري ماكي يا تيفك ربي ونسي السنن، ونسي الزمرة. أسميث يا حارسك ناس قليل يكفيك، خير من كثير يطغيك. خير شويط أراك يسران أتعشضي في الصرا، ولا أطاس أراك يسفغ لا أقل، أتوغض تنشفض أتحقر ذي مذانا. نماذج ساقها القرآن في كتاب في الكتاب العزيز، أتصل نماذج إذ يحكى ربي سبحانه في قال يقوم يفكى ربي نعمه والمشفن. مثلا يقول قرنس النمرود وقي بن كنعان، ربي يحكى في سورة البقرة لا يثيس 258 يناد آتاه الله الملك، فكاس ربي السلطان الملك شحال 400 سنة، 400 سنة. أم بعد لا شو يخدم ربي دينان، قال أنا أحيي وأميت. يا 40 سنة السلطان يفغي في العقل يتسوب اللي انت بنادم، إن يسوع كان خدمة كان يخدم ربي سبحانه. قال أنا أحيي وأميت، هذا حقوق هذا نقر هذا نغل فرعون، فرعون مصر أم خلقها قدر كيف كيف في الآية 21 المدلية 24 من سورة النازعات، أسمي سفك ربي ذا السلطان القوة الجنود إلى آخره، ربي يحكاد إناد فكذب وعصى ثم أدبر يسعى طارطاته درجة بدرجة يسشدف يعصى، من بعد فحشر فنادى يرفض الثغر ينطق إن ياس فقال أنا ربكم الأعلى. الله يا ربي الله اذنك يا ربي ونم قران وكذا وال فرعون يحكي في ربي ذي القران سبتي صرضع صوغ بعد ما يخمل الفطل البيئه لونتوراج لونفيرونمون راه كيدنيني، يعني خطر البيئه لها دور كبير في صياغه العقول والسلوك. يقول ما يعيش يسعى لونتوراج ياك واخد من الفطل، يعني في غلط هذا مصفاطلي هذا يحفظ فلسن وغال الناس لي زون لي زون كادرور ها لي بروموتور اتي تسوفو نشكيث. لذلك سون كومونتير البيئه عند الى الباطل تسوفو ذلوزين صناعه الابطال ولكن في الظلم والعدوان. ثورا اذو غالغ ما دين غ البيئه ما تواشول تما ماكي لونتوراج ياكل المحيط اللي تعيشي ومذان. نقطة في الثلاثة ثالثا أنواع الظلم أدسكر درش كان كشوين تمثال أشحال أنواع لكاتيجوري الصناف الظلم قلنا أطاس قلنا أطاس. على سبيل المثال النوع مزوارو الشرك بالله، ناخذ المقدمة وين يرنا شريك ربي فقد ظلم ولاش الظلم ماجي ربي نذي القرآن الكريم في سورة لقمان لا في 13 لقمان اسمي يتساكن نصيحة إميس أدحكي غير الآية وإذ قال لقمان لابنه ذا شو سينفا فسميس وهو يعظه يتسكس الموعظة والنصيحة يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. واستراره الشرك يا ربي مثل الشرك ظلم أم قران لظلم عظيم. النوع والسين تخريب المساجد نغتعطيل المساجد عن أداء رسالتها أو إن يخرفن الجوامع أو إن يتهدن الجوامع واجي ذا النوع من أنواع الظلم. ولكن دقي الخراب، الخراب قد يكون ماديا وقد يكون معنويا ماشي ولا المات فتركتور نغا اسميس فينا يتهدون كني ثم قران تني اسميس بوكلا ألمت في البوكلة باش هذه هود الجامع وقذيون النوع إلا هود دوايض هود دوم المعنوي وين السراهم إيم ذنم الجوامع أذيو الجامع مقخلا أفي الزغواظو أذير في الثغرة ربي سبحانه صح برمي وقذي كشتين ربي سبحانه. ثلاثة أمزوارو القرآن المهجور، القرآن هجرني مذانا. والسين المسجد المهجور، الجوامع هجرني مذانا. أسجل كون ساكن الجوامع يثذرين خلان صح.
وجه رسالة إلى ولاة الأمور المسؤولين لقد خذ من شغل نسن رسالة أخرى إلى إما ولان انت الدرث يقفك نفسي الجامع جنتي خلا الجامع يجتيا ربي سبحانه أيه بلك عبدنا ربي 20-40 سنة بعد يغلق فرات نغادي يغالي شغل وايض بلا من نغد ذا وسلث العالم المهجور الذي أفنى حياته في طلب العلم ويهجر من الناس العالم المهجور ربي سبحانه يقرر الند في سورة البقرة الآية 114 ومن أظلم ممن منع من مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. طيب النوع الثلاثة من أنواع الظلم كتمان الشهادة مدى نورك الشهادة أتسنكرض وقيد الظلم في الأماكن ذا غير الظلم آخر كتمان الشهادة كما كتم اليهود الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة يا أخي الظلم في التوراة ذي التوراة يوسف ذي التوراة الدين زنا سيدنا موسى باللي أدي سنة بيان قالوا اسمي سحمد محمد صلى الله عليه وسلم اليهود شيخ من نكران الشهادة نكران الشهادة وبذلك هم ظلمة ذلك ربي اسمي اسم مغضوب عليهم تصورت قرم كل ركعة ما دي ظهدين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ذي اليهود ولا الظالين ذي النصارى لذلك ربين في سورة البقرة الآية 140 ومن أظلم ممن كتم ونفرا كتم شهادة عنده من الله النوع وصرفعة أكل أموال اليتامى ونريتشن أذريم من المال يوجيل يوجيلا وثقي أخصها بالذكر خطر ربي نسيد في سورة النساء الآية 19 إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا بعد شرا من يتشن في مسدق بوضيس ما يتشا أيلا وجيل ويس خمسة أكل أموال الناس بالباطل وين ريتشن أموال الناس ذي الباطل أكل ملا ستكرضة سلغش سريبة سليسة أو قاذي الزازاين تليسة يكوني بارمي لبارم لم يساعي في المورث النار المحنة يجي الفينو ملاقين تليسة أتفضلت في الدين تم كل سقواس والدفوع مرتين ذك سقواس أما الميق الشرز أذياز شويت من الميق الشرز أذياز شويت يبقى سيون مخلوق يسعى التجارة يزات تسمور التجارة يذبع فيلين تجاريز الغاسو تميسا ديطاج سيجاتا يو أسيقار كاذو غالغان داثو غالثيلين تجاريو أكي هذا ربي الغش الغشي خدم ثيليسا ماشي تسيلي ماشي تسيلي لزلات لي ليميت لي فرونتير ماشي تسيلي شي قارن التجراي تسيلي هو اذن سافي تشوف بوفريت صافي سيمي تيموار التجرا سيمي يتزاد يتزاز ثيليسا ثلاثه النوع وايض وسا اسميس امساك الزوجه الاضرار عليها من الاضرار بها اتفضيون إساثم طوثقيريس ولكن تعلق ورثلي تمطوثيس إساني زرفانيس يعني الحقوقينس وسيفري مقار أتفرو إفانس دو فريديس خطر بيقولي سناد الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان إلي الكاليتي من البشر أسيني والله ذاك مالق يعني كما استقفايليس والله هذا تسوع القف أكا ونفرغ وكم تسجى سمطوث بخا الله ربي ذي القرآن يناد سورة البقرة 231 يناد ولا تمسكوهن ذرارا لتعتادوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ذو الحرام مهما كانت الأسباب بلك ظلمك انتاف وتسقفلر الفاطل سالفاطل أدين فكيد الدليل أكيد فكيد الدليل إن أدين فين صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار هذا إلا ذغى والسبعة نقارو النوع والسبعة الظلم المعنوي جخذان قارو أما تشيو للما يتشاك ذي تجارة نغ يفرك ذي الميزان نغ إلا ظلم المعنوي أدفذغ مثلا تجريح بالقول يقول ما رأي الجرح ويض سوال هذا رحمه ربي القبائل دي جنوال
الجرح قازي حلو يراوالي قازير النو يراوالي تغيزير النو أريد زارة فهو ظلم. القذف نوع من أنواع التجريح. السب والشتم لن يمذانن سبيسياليست ديال الرقمات إلا قاد يرقم شي صباح على ما تمديث أكا يراوين ديوسانا ذي الوالدينيس تمطوثيش ذي الروش ذي الجيرانيس الجيرانيس اللي فذان السيس يتزل سير ووال إلا بغى الظلم واحد آخر ولو كان سو الخزرة استيط إزمرا كينيون يخيز جرفة ما يثمث أدفغ الصبح سير باطيما أكيد يقافلي وانا كيوالي سيوث انت مغلي والله هذا كيهلي أذلي مسيل أسكامة قلقة ضحينية عجابة ذا شو سخدم غير فلاني أذي يزغ الشكولي. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم إنك خاطئ يسد الحديث إن من نظر إلى مسلم نظرة يخيفه فيها بغير حق أخافه الله يوم القيامة. وين راي خزرا وين راي والين وين راي مقلا أتدي نغكس اللغة قبليث باللغة الأمازيغية الفصحى مهما كانت أتولد يرث مغلي أتسألك شمل خوف سوليس أكني أكسق إذا ربي سبحانه أندث حواجد لمان إلى آخره. ثراد نغال نقطة الصربعة رابعا التحذير من الظلم. طيب ألف في القرآن باء في السنة النبوية. في القرآن تصل آيات أذكر على سبيل المثال ربي سبحانه يدوى ما ربك بظلام للعبيد أرب رضا المولى ذي وسيد خلقي ثيس إناد ولا يظلم ربك شيء أحدا إناد إن الله لا يظلم الناس شيئا وبعد ولكن كانوا أنفسهم يظلمون إلى آخر الآيات كثيرة لمن أراد أن يرجع أليغال. مثلا سورة فصلت الآية 46 سورة الكهف الآية 49 سورة يونس الآية 44 سورة البقرة الآية 59 سورة الأعراف الآية 165 سورة هود الآية 18 أتيد غرغ ربي ألا لعنة الله على الظالمين ربي سبحانه وتعالى عليه باش ننظر الأمر خطير ما تشي قصر. سورة هود الآية 67 سورة الصفات الآية 22 الآية 24 سورة النساء 168 سورة سبا 31 سورة مريم 72 يعني شحال الآيات عند ربي سبحانه يهضر في الظلم ينادي الحرام أتصل آيات أتصل آيات وديجا الآيتين قالوا ويثي دين نزلنا في محمد صلى الله عليه وسلم أتسن في أواخر سورة البقرة عند دين ربي سبحانه واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أقاذث أسن قالوا ذياته غلم ربي سبحانه أن كل يوم الذي حسب ربي وحدث ويوم القيامة لا ظلم ما يلغجر في مثل الباطل ذي الدنيث ذي الأخر فلاش الباطل با في السنة النبوية. أتصل أحاديث كان أفتغ بعض الأحاديث أدفذو كان سيون الحديث حديث قدسي إنذن في صلى الله عليه وسلم فيما رواه عن ربه أشو دينا يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ربي حرم الظلم في مانيس قفل في حرم في خلقي ثيس هذا المعنى الحديث إجمالا. الحديث والسين يناد النبي صلى الله عليه وسلم حديث البخاري رقم الحديث 2442 يناد المسلم أخو المسلم اسمك ثياغيد باللي إنسلم ذيك ماس إنسلم خطر فيك ولا ما تسولي ضيم إنسلم ناس مش شاون أسن ظلم وحال ذيرين ذي أذاون سان ثاذو ثيارس أكثر ثاذو ثيك زدغن ولو نسن كونترا ذو إصحان ما لازم دفاع ذو الصحن ونستكن المحبة استكنين الهان. للأسف الشديد النبي صلى الله عليه وسلم ناد المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. لا يظلمه معنى لا قراد يخدم الباطل لا يسلمه معنى لا يدع لا يتركه للظلم ما شيء ما ولا في تعدي فلس الباطل أذي فكرك سافوس نغاد يخدم فدا إيوين في ظلم أسي قرار يسكن ما زال الحال. حديث واحد اخر رواه الامام مسلم يناد ولا يحقره هذا وكان كلمه ياكي خاطر نستخدم في الجزائر نطاس كي ثم حقرانيس في النفيد ولا يحقره ولا قرا اهمس اذ يحقر اهمس. ذا الحديث واحد الامام مسلم يناد بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم ولا الشرم قران ما دفض انسلم يحقر اهمس وايض.
الحديث ويضينات الظلم ظلمات يوم القيامة، حديث البخاري. الظلم ظلام يوم القيامة، يشبه ربي نسقوا الظلمين في الدنيا، تروح تريسيتي الساعة غير تفغ العقل ساعة، يعني الظلام ذيريث أغي من ربي سي الظلام الدنيا ولا سي الظلام الأخر. الحديث ويض رواه الإمام مسلم إناد اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. الحديث ويض الإمام البخاري إناد اتق دعوة المظلوم أقواب الدعاء فيني فيها الدم الفاطل من الظلم أي غر فإنها ليس بينها وبين الله حجاب ولش يردعى المظلوم أكد ربي سبحانه الحجاب يعني تروح ديريكت والسارك يعني لزوبستاكل تروح مباشرة غير ربي سبحانه. الحديث ويض إنات من ظلم من الأرض شيئا أثني غد سكال أرثليسا طوقه من سبع أراضين والعياذ بالله أتفضلك أدخل قضية ونشوف سكان ورزميرا لنا هذه السيبورتي الخنيقني ما يوني بي أشال إززتي ليسا أشالني بي ذا شو ذي العقاب ينسي الحديثة قصحان أشالني ماشي كان أشالني أكثر سبع أراضين ماشي تسمازير في بادان أو سمازير في وفلان نغض مئة متر بوكال نغض خمسين متر بوكال سبع أراضي على ربي حصان شحال ديك سنت أثن تجعل إوا عنقيق غير الرقابة بينا يزازان ثيليسا وينا يتسناكل بغير الحق ما ديني غير يتسناكل ماشي سبلعيث ولكن يبوي ثيد يخدم ديك السكنة يخدم ديك السكوبيراتيف يخدم ديك السفلاح غير زاد التجرة. الحديث واضح إمي ثمسل تقين يتصل إثلا يريم ثاني يتصل أحد يديو سنة كلمة لا صحان أمثل البخاري من موسم هندي السفغن. حديث وايض من ظلم قيد شبر الشفر الشفر كان كشويت من الأرض طوقه من سبع أراضين. الحديث وايض من أخذ من الأرض شيئا شويت كان بكالي زاستي لسا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أراضين والعياذ بالله العقاب ذي الخصف أثي خصف ربي سبحانه إلى آخره. ثلاث مثل أدنغال الخاتمة الخاتمة نقطة خمسة خامسا أدنفت خلاصات خمسة الخلاصات مهمة. الخلاصة ثم زواروث أوي قاذ إخذ من الفاطل ذي قمذان أذا سنروح الناصر وكفى بالله نصيرا خطر العبد ميك ظلميون وين كني تظلمن ربي ثماس وين كني ظلمن يروح أسر ربي سبحانه يجث ربي سبحانه. لذلك معاوية بن أبي سفيان صحابي الجليل إنك والله إني لا أستحي والله أستحى الظلم وين أرسع ولذي ونرثماس سوى ربي خطر مثل المضيون ربي ثنر ثماس صفي معاويين يستحق أذر نغض الماء وربي ثاني يذس. لذلك ذي قيون بول وإضانة الصحابة إن يكسرتو ما يبض أخيني وكل غاكبة في جنوان ما رحيني حسبي الله. لذلك ولاش السلاح إقوانا مك ما رسين ضيون أشكوك إلى الله يبسيون يظلم ويض أسميث يظلم وإن في عدان الفاطل إذا إن يسأل فلاني لو ظلمني غيرك لشكوته إليك خطر وإن يسعى المقام يسعى غزال يسعى السلطان إن يسلو كان يظلم ويض أثيد شكيل الغورك ذا شرخذ مغ إمذ شي ظلما ماذا أصنع وقد ظلمتني أنت إن أشكوك إلى الله غيش قاع فراسني تروح ديريكت من بعد مخلوقني سبحان الله مازال ديك شويه الايمان الناس اسحب شكواك يا فلان والاسم عمر المظلوم الناس اسحب شكواك يا عمر تهزيت يهزيت ولاقي ام خلقاكي كمل جاوفيث الناس شكوتك الى عادل الناس ما تزر ايمانك صفير الصحاب وتسقوا دارا نورمال اخطر شتاخك العبد العادل يعني ربي سبحانه عز وجل
ولكن وين كان مصرا يقرس كان يسحب شكواك يا فلان خطر اني زرب اللي يظلم. لذلك سبحان الله قال زيك القبائل أقواد وين نتساقواد ربي خطر ما يلاو نتساقواد ربي مسن ذي تقي الله أذي يغال سافري ذاك نسمحي ولكن ما ثغلت قفوس نلعب ذول نتساقواد ربي سي مستقر قواد ربي يتكمل ذي الباطل هذا صافي الخواص لمزوار الثتا إن سيد ربي في القرآن الكريم يدينا وما للظالمين من نصير يد وما للظالمين من أنصار أتصل الآيات الخلاصة السناث الندم والقلق والاضطراب النفسي معنتها وينك النساء دان الفاطل القياض على بالكم سيباسة ديكوي لا كونسيانس أدو الدقس ذغذي يندم وندماني ذجر حمدا وين يندمنا سفر غيظ سفر خطر مي قروح هذه الطص أدي مشتي وقاذ يظلم سورتا ما كدني هذه المقدمة ما طاسيك ظلام طاس لي فيكتين ماشي ذا عشرة ماشي ذا مية ماشي ذا ميتين يرنا في كوال وقاذ يظلم أو موثم موثم ذين خطر ما إلا يدوني ثلان أذي روح أسين سمحي إما إلا موثم ذا شارع يخدم لا غالب أسين ذا نتلقاو في الآخرة قالوا ريث مثلا أغي السبع ضربي وكل ظلم أكل دان الظلم إلا كان ظلم السماح من ظلم السماح نفرون الأمور نغذي الدنيا قبل الآخر لذلك العرض ذي ظلم يسعيو ثن السلبية ثم قرآن تتسيوض أذي ندم السنغة زكا نغم رايك شمسة زكا وذي تقلق ذي طفيو السطرايس أبرين غيو القلق ذم قرآن ويضطرب نفسيا ممكن أذي هلك ير لهلاك الخلاصة الثلاثة دعوة المظلوم مستجابة إلى قسن الرير والنمخ هيا ثمثنا في ثمثين وين في سائسة دان الفاطل فيض إلى قد يحصو وتجذي الباليس باللي ربي أذي يقفل الدعاء المظلوم أتي يقفل خطر سلام الحديث إن اتقي دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب أقواذ الدعاء وفين يعد الفاطل ولاش الحجاب يا رسول ربي سبحانه إن ذا الحديث وايض إناد الفي صلى الله عليه وسلم في حديث أخرجه الإمام الترمذي إناد ثلاثة لا ترد دعوتهم ثلاثة ذي المحل وسني قبل ربي سبحانه الدعاء نسن أنو ثلاثة يجي أمزوره الصائم حتى يفطر لا فين يزامن ألا ما يفطر وسن الإمام العادل أد المسيد درس ويض إن شاء الله في العدل قيمة العدل وثلاثة دعوة المظلوم الدعاء المظلوم مقبول لسيدي ربي لذلك يون اسم أبو الدرداء صحابي جليل إفكاد ينبوى لشكي تشو سينا إنه إياك ودمعة اليتيم ودعوة المظلوم أتنسيون أقوار إمطاون وجيل سلتو ما يعدان الفاطل في وجيل ورسعي ولا في نصرا ورسين ورتساقوار إمطاون وجيل أذرف أثنرف ذي الملائكة مباشرة إلى رب العزة جل جلاله الوذا فايض الدعاء للمظلوم أن بعد جدولا قالوا إنك فإنها تسري بالليل والناس نيام إمطون وجيل أكذ الدعاء للمظلوم الحنر سيدي ربي ذقيض بلا حجاب والناس نيام وتصبق ذي ظلما تصن ولكن وقد في عبد الفاطل أرطس نارا مرفذ نفس ننسن تقضى حوائجهم إذا رفعت حواجبهم تقضى حوائجهم ما يرف ذاك فسنس ألم يرف ذاك قرويس أرسيدي ربي تقضى حوائجهم ربك يقبل والشاعر قد قال لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه إلى الندم تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لا تنمي ميلا أل الظالم تصنت أل سيد ربي أرجاننت في صربعة الخلاصة في صربعة التوبة من الظلم ورد المظالم في الدنيا قبل الآخرة ما زال الحال مادم أمذن في الدنيا ثقلا يخدم الظلم هذه ظلم السماح ما يرس ربي إذ غاي سهل إلا سكان ربي سمحي يثفر ما يرس ذوياض أسني ظلم السماح وإذا قال هذه السحين غادي تعقد هذه كومبليكسة كين يا عجابة في وضع كذا وضع لما هذا ظلم السماحي الفلان يا ولدي خير ولا زكا لذا صلى الله عليه وسلم فيما معنى الحديث إنك فإن فضيحة الدنيا
أهون من فضيحة الآخرة. ما إلى العبد يستحى غادي يضرب السماح سكيوان يقال غادي توفضح أي ناس في صلاة الإسلام أو الفضيحة عن الدونيث السهل بارابور غير الفضيحة الآخر خطرة فضح ربي ير الخلائق جميعا روح كنسة تشير في ذو خدام لأن يمذان تزخون هذه السخدام يخدام وهي تخلي سارة يا أخوي روح غور سيناس تشير في ذييش خدم غوريا قول خلصك عشر أيام تشير عشرين يوم هاتسا في ذييش أتخلص سمحي فيني عدان خير سنفروذ الدونيث ولا ذي الآخر وغيرها من المظالم. الخلاصة خمسة ثانقاروث ذا شوت النظر في عواقب الظلم وخواتيم الظالمين. العبد إلا قادي تسوالي لكونسيكونس نتائج الظلم دايما تجران الظلم أد تسكير الغلة وذاغ ويقاذي خدم الباطل أما ذرق زما تمطوث ويقاذي مرة ثم ديث نسن السوحش. والشيخ محمد الحسين يناد أم كل صبحيث تسعة ثم ديث هذه جعل ربي الخاتمة ذي الخاتمة يلهان. نسأل الله أن يرزقنا حسن الختام والسلام عليكم ورحمة الله.